ده ليه علاقة ان الواحد ممكن ما بقاش عنده طولة بال ان هو ممكن يستحمل خطته اللي هي ممكن طويلة شوية على المدى الكبير على 12 شهر، ولا الواحد يعمل ايه في الوقت الحالي ان هو يغير من ترتيب افكاره ويبتدي يحط اولويات ليه؟ وهل برضو يحطها برضو لمدة سنة كاملة ولا يعمل ايه؟ يجزأها ولا الموضوع يمشي ازاي؟ خلينا نقول انه علشان نسهل على نفسنا يا فاروق مهم جدا انه انا اكون مدرك بالهدف الكبير بتاعي ولكن اقسمه الى خطوات. بمعنى انا بقول لو ابسط حاجة انا مثلا عايز اشتغل شغل معين، انا عايز مرتبي يزيد، ابدأ من دلوقتي اشوف ايه هي الخطوات اللي انا اقدر اعملها. ويعني يقال ان احنا نبدأ بسبع خطوات. طيب ليه؟ علشان انت مجرد مثلا ما بتفتح الانترنت تدور على الشغل انت دخلت معلومة لعقلك اللاواعي ان انت خلاص دخلت طاقة الهدف. بالظبط. مش انا قاعد لسه مستني، طب بكرة ان شاء الله هبقى اشوف هعمل ايه، وبكرة يجيب بعده يجيب بعده، وانا واقف مكاني شايف الهدف من بعيد وما بعملوش حاجة. فوينيفر ان انت تفكر في الهدف ابدأ اكتبه، ابدأ حدد خطواتك المتاحة، لأنه في معلومة جميلة جدا أنه ربنا بيرزقنا على حسب السعي مش على حسب النتيجة. أيوة. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. فلو أنت فعلا بتسعى ومجتهد، أنا قعدت سنين أول لما اشتغلت أدور على شغل وكل ما أروح مكان يبقى مش عاجبني، في الآخر قررت أنا خلاص أنا تعبت فعلا، قاعدة سنة عمالة أدور، أول ما قعدت في البيت جالي الشغل. يعني حسيت أن ده كان نتيجة سعي سنة كاملة مش عارفة يعني ألاقي، بس سبحان الله أول ما ارتحت وسلمت أموري لله جه. اوكي، بس ده كان يعني تقصد ان ده كان هيبقى فارق لو انت من البدايه ما رحتيش وسعيتي سنه لمده سنه ما كانش هيجي اصلا. سنه كامله بس قصدي اقول ان احنا اوقات اللي بيضيع المجهود يا خطيب ان انا ابقى متعلق جدا بالنتيجه فاقول لا وخلاص ومفيش امل ومفيش فايده. لكن انا جيت في وقت قلت طب انا تعبت، انا عايزه اريح شويه، انا بقالي سنه عماله احاول واروح انترفيوز واروح اشتغل يوم وما ارتاحش وامشي فمش عارفه استقر. طب خلاص انا هقعد يمكن اعيد حساباتي يمكن اعمل اي حاجه. اول اسبوع جالي الانترفيو واشتغلت. فاللي انا قصدي اقوله ان انت اجتهد في سعيك، خليك مخلص تجاه اهدافك بس ما تتعلقش بده. يعني اكمم الناس بتبقى مثلا عندها تارجت معين او مبلغ مالي معين عايزه تجيبه على اخر الشهر. حصلت ولا ما حصلتش ان هو يجيلك على اخر يوم؟ قبل تبقى طالع رحله معينه وعايز مبلغ معين، قبل ما تطلع السفريه بالظبط تلاقي باباك قال لك خد المبلغ ده نزل لك حاجه في المرتب. فطول ما انت مركز على هدفك حددت الخطوات اللي انت عايزها بتسعى ليها بنيه صادقه، سيب النتيجه على ربنا. هايل جدا. طيب هنا في بعض العادات السلبيه اللي الواحد ممكن بيعملها، ازاي يتخلص منها ويبدلها بعادات ايجابيه؟ وهل ليها مده معينه؟ يعني العادات الايجابيه عشان تتكون جوانا هل ليها مهلة أو مدة محددة عشان تكون خلاص دي من ضمن الثوابت؟ طبعا العادات علشان تبدأ تتكون بتاخد من 14 ل 21 يوم. علشان كده احنا بنقول ان انت وانت جاي تبدأ عادة جديدة زي ما قلنا بصحى بدري، بحاول اكل حاجة معينة تكون صحية، بحاول ان انا انتظم على ميعاد معين. فمهم جدا يكون عندي صبر على نفسي يا فاروق. ليه؟ لانه طبيعي جدا انا قاعد في منطقة الراحة بقالي سنين، مثلا عايز اصحى الساعة 7 وانا بقالي سنين بصحى 9 و10، فطبيعي الجسم بياخد وقت على بال ما يتعود. فمهم ان انا اصبر على نفسي، مهم ان انا لو وقعت في النص ما احكمش على نفسي، يعني ما اقولش انا ما فيش مني فايده انا هرجع تاني، لا اجلد نفسي دايما. بالظبط. ده غلط جدا، ده بيرجعك مكان ما انت كنت موجود. ولكن انا بحدد العاده اللي انا عايز انتظم عليها، بيكون عندي صبر لانه زي ما اتفقنا العاده بتاخد من 14 ل 21 يوم، بستمر فيها. ولو يوم وقعت فيها اقول طب ليه؟ يعني ليه وقعت؟ لو انا مثلا متعود اقرا صفحه من كتاب كل يوم، قلت طب انا ليه النهارده ما قريتش؟ يمكن اخرتها شويه، طب بكره اخد بالي ان هي تبقى بدري. فاليوم اللي اقع فيه اسال نفسي ليه، بدل يعني ليه علشان احسن مش ليه عشان اجلد نفسي. او احبط خالص ما اعملش حاجه. بالظبط. طيب في ناس دلوقتي كل مثلا مع كل سنه جديده بتيجي فبيبقى عنده هدف هو الوحيد اللي بيقوله لنفسه، انا لازم عايز مثلا عايز اعمل دايت زي ما انت بتقولي، ففي كل سنه بيقول في اول السنه نفس الكلام ده لكن ما بيحققهوش. هل بقى الطريقه دي
الطريقه صح ولا لا، او هل انا ممكن لما الاقي نفسي ان انا ما بعملش الهدف بتاعي كل سنه وبطلبه كل سنه وما بعملهوش استغنى عن الهدف ده اصلا وابدا افكر بقى من تغيير السيستم اللي انا بفكر بيه؟ انت عارف يا خطيب كانوا بيعلموني كده، يقول لك ايه مثلا لو انت في الثانويه العامه خلاص عندك مواد كتير وانت الهدف بتاعك ان انت تجيب مجموع عالي، فهتركز على ايه؟ هتركز على المواد اللي انت ضعيف فيها ولا هتركز على المواد اللي انت قوي فيها؟ هركز مثلا انا شاطره في الماس وشاطره في الفيزيكس، فهركز عليهم عشان هم دول اللي يرفعوا لي المجموع بتاعي، علشان هم دول اللي هيرفعوا الانرجي بتاعتي. الواحد اوقات لما بيختار ماده بيحبها بيبقى مستمتع وهو بيذاكر، يجي بقى مثلا على مواد ادبيه مثلا مش بيحبها، بتبقى تقيله عليه، بس عارف ان المواد التانيه هي اللي هتشيل. فاحنا برضو في الحياه مهم نتعامل بنفس الطريقه، فلو في هدف صعب عليا وعمال ياخد من طاقتي انا مش هقول ان انا هسيبه، بس احاول اركز على الحاجات اللي هتجيب لي كويك وينز، الحاجات اللي هتجيب لي مكاسب. انا ده بعرف اعمله هجيب فيه نتيجه، وده بعرف اعمله فهجيب فيه نتيجه، فالمجموع بتاعي يعلى، اللي هو المجموع اللي هو ايه طاقتي تعلى، الانرجي بتاعتي تبقى تعلى. فبدل ما انا حاطط مسمى على نفسي ان انا فاشل وان انا مش بنجز وان انا بقالي سنين واقف في مكاني، لا اقول انا نجحت في كذا وكذا وكذا، وبالرغم من ان الهدف ده لسه ما حققتوش الا اني في الطريق. فشفت ازاي بتبقى اسهل؟ لكن ان انا افضل بقى متربس دماغي هو ده ومفيش غير ده، وهو الطريق مقفول والطريق مسدود، يمكن ربنا عايز يقول لك مش وقته، يمكن ربنا عايز يقول لك مش بالكيفيه دي، دور على كيفيه ثانيه، دور على طريقه ثانيه. فاوقات تبقى الدماغ معمول لها لك طول ما انا متعلق، لكن لو انا يعني وجهت انتباهي وتركيزي لحاجه ثانيه، خفضت اهميه الهدف ده وركزت في حاجات تانية، هتلاقي والله مرة واحدة الفكرة جات لك، هتلاقي حاجة باب ابتدى يتفتح لك، فتبدأ الدنيا تمشي واحدة واحدة. إنجي، هل الأحلام والأهداف ليها توقيتات؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا عندي هدف وعندي حلم معين، هل لازم يكون ليه الوقت المناسب بتاعه، ولا الأحلام والأهداف يعني بتصنع كده في أي وقت وبتعمل في أي ظروف؟ والله هو طبعا التايمنج ده شيء مهم جدا عشان بس تقدر تقيس النتائج. النتائج ايه اللي عطلني، ايه اللي اخرني. يعني مثلا هقول في الكوارتر ده في الثلاث شهور دول هعمل كذا، وفي الثلاث شهور هعمل كذا، عشان بس تقدر تقيس انجازك. ولكن ارجع تاني واقول انه في فرق ما بين التخطيط، انه انا اتعلق جدا بالخطه خلاص، بس في تخطيط اللي هو انا بس برسم الحاجه قدامي، بس بيبقى عندي من المرونه انه لو ده ما حصلش اغيرها، هيحصل بعدها او هغيرها. فخلي عندنا تخطيط علشان الدنيا تكون واضحه وعلشان وقتي يكون متقسم، بس لازم كمان يكون عندي من المرونه اللي تخليني اعرف اكمل. طيب دلوقتي يا انجي، ده معناه ان انا لازم يكون عندي كذا خطه اللي هو A وB وC لتحقيق الهدف بتاعي، ولا بس يكفيني ان انا يكون عندي مثلا التكنيك بتاع المرونه في كل حاجه انا بحقق فيها الهدف بتاعي؟ هقول لك على حاجه، ايه اكبر فخ بنقع فيه؟ انه احنا نحط الهدف وزي ما نقول كده نرسم لربنا الطريق. فده شيء غلط جدا، لان انت في حاجات كتير المفروض العكس بالظبط. انت بتحط الهدف وبتعمل اللي عليك اللي هو السعي بتاعك، بس لازم تكون متاكد ان ربنا اوقات ليه طرق ما تخطرش على بالك.